سوريا السيد محمد عبد العزيز على حضور مراسم واجب العزاء للشعب السعودي الشقيق وإلى جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز إثر وفاة المغفور له جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الجمعة الماضي. حضور رئيس الجمهورية إلى جانب العديد من ملوك وأمراء ورؤساء العالم يترجم متانة العلاقات التي تربط بين الشعبين الموريتاني والسعودي وحرص قائدي البلدين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وفود كثيرة غصت بها صلاة القصر الملكي بالرياض الذي احتضن مراسم التعزية التي قدمها زعماء دول العالم لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. تمت مبايعته من قبل رجال الدين والمواطنين السعوديين الذين بايعوا كذلك ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد تعهد في كلمة ألقاها بالسير على خطى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز التقى بعدد من ورائه خلال مراسم تقديم العزاء بالقصر الملكي بالرياض.